لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. تسريبات واغتيالات يتجاهلها القضاء، عنوان مقال الكاتبة ولاء سعيد السامراء نشرته مجلة الجاردينيا العراقية، جاء فيه: منذ 11 شهرا ينتظر الشعب العراقي تشكيل حكومة تصوت على الميزانية التي تتوقف عليها الحياة الاقتصادية للبلد وحياة الناس وعائلاتهم، لكن أحزاب العملية السياسية لا تبدو أنها تعير أي اهتمام لما يعيشه العراقيون، إذ إن جل اهتمامها منصب على المعارك التي تخوضها طيلة هذه الفترة لفرض رؤيتها لتقاسم مغانم وثروات البلد، وليس الاستجابة لنتائج الصناديق التي يتغنون بديمقراطيتها. ليس ذلك فحسب، بل كان بإمكان المحكمة الدستورية لو أرادت أن تهدئ هذه المسجلات التي تعصف بالمشهد السياسي وباستقرار العراق منذ أشهر طويلة باللجوء إلى الدستور الواضح بتكليف الكتلة الفائزة برئاسة الوزراء، وعدم العودة لتفسيرات ملتوية لرئيس المحكمة الدستورية السابق سميت بالعرف زورا لخدمة شخصية واحدة ومصالح مجموعة سياسية بعينها. الجريمة التي هزت العراقيين قبل أيام هي خطف وتعذيب ميليشيات الحشد الشعبي لشخصية عراقية معروفة، هو الشيخ إقبال دوحان، الأستاذ الجامعي البالغ من العمر 81 عاما، بتهمة جاهزة هي الانتماء لحزب البعث. لكن الحقيقة هو أنه انتقد العملية السياسية وتحريفها، وانتقد نور المالكي الذي يدعي النضال لكنه يقترف بدوره الجرائم ضد مخالفيه وضد الشعب العراقي. وقد نشر أبناؤه فيديو يتحدثون فيه عن مراوغات الميليشيات في تسليم جثة والدهم واستلامها منهم بعد عناء كبير ليجدوا آثار التعذيب في أنحاء جسده. تحدث كل هذه الجرائم تحت سمع وبصر الجهات الرسمية الحكومية الصامتة والتي لا تتحرك، سواء وزارة الداخلية أو العدل أو المحكمة الدستورية. كيف تترك كل هذه الوزارات الحكومية والقضائية الحشد الشعبي الذي لا يملك صلاحية توقيف أو اتهام أو خطف أو التحقيق مع أشخاص يقترف كل هذه الجرائم بدون أن تتخذ أي إجراء لإيقاف مثل هذه الاعتداءات والجرائم والتجاوزات بحق المواطنين الآمنين؟ نحن في العراق لسنا بعيدين عن الحروب والتهديدات، ولكننا في مرحلة الهدوء الذي يسبق العاصفة. ومع الاحتفال باليوم العالمي للسلام في 21 من أيلول سبتمبر، يحلم ملايين العراقيين بتحقيق سلام مستقر وثابت على أسس وطنية وإنسانية وأمنية راسخة، لكن يبدو أن حلمهم من المستحيلات على الأقل في المرحلة القريبة. ومعضلة العراق الكبرى تتمثل بأن غالبية المتهمين بالقتل والإرهاب هم في مراكز سياسية وأمنية حساسة، أو أنهم جزء من مؤسسات تقع ضمن دائرة الخطوط الحمراء والتي هي فوق القانون وبعيدة عن المحاسبة والملاحقة. وهنالك مبدأ مهم في ميثاق المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأممية يؤكد أن تحقيق العدالة عن جرائم سابقة يساهم في بناء مستقبل مشترك، وهذا بالضبط ما يفتقر إليه العراق اليوم، حيث أن القوانين والعدالة تطبق بمزاجية معلومة للقاصي. من يريد أن يحافظ على السلام العراقي والإقليمي عليه أن يعيد بناء الدولة وبمؤسسات خالية من المخربين والمجرمين والإرهابيين والفاشلين، وإلا فسيبقى السلام حلم العراقيين بعيد المنال. ويجب مكافحة الفقر والبطالة والمخدرات والعمل على توفير حياة حرة كريمة للعراقيين. إن وفرة السلاح في الشارع العراقي معضلة لا يمكن معالجتها بسهولة، لأنها ممتلكات وأدوات لقوى سياسية وميليشياوية أقوى من الدولة وقادرة على حرق الشارع بأي ساعة. وعليه لا يوجد أي ضمان لعدم وقوع حرب أهلية ميليشياوية مستقبلا في ظل هذه الحالة غير الصحيحة. وهذا التخوف ذكرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية يوم 16 من أيلول سبتمبر لعام 2022، وأكدت أن العراق يقترب من حافة حرب أهلية شيعية.
قال ماركو كارينلوس الدبلوماسي الإيطالي السابق في مقال بعنوان نظام عالمي جديد ينبعث من رماد الهيمنة الأمريكية نشره في موقع ميدل إيست آي البريطاني، يقول فيه إن النظام العالمي الحالي يبدو في طريقه للأفول، بينما لا يوجد تصور واضح حتى الآن عن طبيعة النظام المقبل الذي يتشكل حالياً. وأشار الدبلوماسي أن الولايات المتحدة تمكنت من قيادة النظام العالمي لمدة 30 عاماً فقط منذ انتهاء الحرب الباردة، لكن السلام الدافئ استمر بالكاد لعقد من الزمان. فمع مطلع القرن 21 بدأ التاريخ يستعيد طبيعته بعد اعتقاد البعض أننا وصلنا إلى نهايته الدبلوماسي، الذي كان حتى في نوفمبر 2017 سفيراً لإيطاليا في العراق، يؤكد أن أحداث 11 سبتمبر والحروب الأمريكية الطويلة في العراق وأفغانستان جاءت لتهز القيادة أحادية القطب للولايات المتحدة، وأصبح تفوقها العسكري في تراجع منذ ذلك الحين. ويؤكد أنه أصبحت هناك شكوك متزايدة في أعمدة النظام العالمي القائم على القواعد التي تقودها الولايات المتحدة، بما في ذلك الليبرالية الجديدة واقتصاد السوق الحر والعولمة. ما تزال الولايات المتحدة الأمريكية تعيش في صدمة من صعود الصين، وما تزال غير راغبة في مشاركة الهيمنة العالمية معها. أما بالنسبة للطبيعة فبعد أن تم تدميرها بسبب النشاط البشري والتصنيع الغربي في المقام الأول، يواجه الكوكب الآن أزمة المناخ بشكل أسرع مما كان متوقعا، في حين أن الأوبئة مثل كورونا تقدم تهديدا جديدا للبشرية. ويلفت إلى أنه صحيح أن موسكو وبكين لديهما وجهات نظر مختلفة حول العديد من القضايا، لكنهما على متن نفس القارب، وقد اعترفت مجلة الإيكونوميست مؤخراً بهذه الحقيقة. فما هو واضح الآن هو أن العولمة تنهار، وكما لخص زولتان بوزار من بنك كريدي سويس ببراعة، فإن العولمة كان يغذيها الغاز الرخيص من روسيا إلى أوروبا والمنتجات الرخيصة من الصين إلى الولايات المتحدة، والتي حافظت على الحلم الأمريكي الاستهلاكي. نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية مقالة لأندرياس كلوث، وهو كاتب المقال في الموقع المكلف بالشؤون الأوروبية، تحت عنوان ماذا سيفعل بايدن إذا استعمل بوتين السلاح النووي؟ وأكد في هذا المقال أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد استخدام الأسلحة النووية، كما أنه لا يريد الاستمرار في خوض عمليته العسكرية الخاصة ضد أوكرانيا، لكنه لا يزال يقاتل لأنه غير قادر على الفوز. وهذا يعني أيضا أنه قد يلقي قنبلة نووية، خاصة أنه هدد بهذا مرة أخرى هذا الأسبوع، فيما تحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها وأصدقاء بوتين المفترضون في الصين وأماكن أخرى أن يقرروا الآن كيف سيكون رد فعلهم. يرى الكاتب أنه بالنسبة لبوتين فإن التصعيد النووي لن يكون وسيلة لانتزاع النصر من بين فكي الهزيمة، ولكن لانتزاع البقاء السياسي أو حتى الجسدي من دائرة النسيان. يقول الكاتب أيضا إنه على عكس القادة الديمقراطيين ليس لديه طريقة للتقاعد بأمان بعد كل الضرر الذي تسبب فيه كمؤرخ دجال للقياصرة، فهو يعلم أن نهايته قد تكون فوضوية. بوتين قد ينفض الغبار عن عقيدة روسية يسميها المحللون الغربيون التصعيد لوقف التصعيد، والتي تعني الذهاب إلى الأسلحة النووية لتجنب خسارة حرب تقليدية غير نووية، حيث سيفجر بوتين واحدة أو أكثر من الأسلحة النووية التكتيكية على عكس الاستراتيجية، وهي تفجيرات منخفضة لكنها كبيرة بما يكفي للقضاء على موقع للجيش الأوكراني أو مركز لوجستي، لكنها في الوقت نفسه صغيرة جداً بحيث لا يمكن محو مدينة بأكملها. ويرى الكاتب أنه بإلقاء مثل هذه القنبلة سيشير بوتين إلى استعداده لاستخدام المزيد، وسيكون دافعه هو إجبار أوكرانيا على الاستسلام والغرب على الخروج من الصراع، ولكن دون جعل الولايات المتحدة الأمريكية تفكر في الانتقام التلقائي، حيث يريد بوتين أن يتنحى أعداؤه حتى يتمكن من إعلان النصر والبقاء في السلطة. يقول الكاتب وسام سعادة تقود نساء إيران في هذه الأيام أعتى مواجهة مع النظام الثيوقراطي الحرسي على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني من بعد تعذيبها على يد شرطة مكافحة الحريات العامة والخاص. ويظهر بشكل أوضح من ذي قبل أن نظام الثورة الإسلامية وإن كان لا يزال
يستند إلى قاعدة شعبية مساندة له، إلا أن قسما واسعا أيضا من المجتمع مصمم أن استطاع ذلك على التمرد بأي وسيلة في وجه مسلمات الأيديولوجية الخمينية. إن الصراع الأبرز في إيران لم يعد منذ سنوات طويلة يتأرجح بين إصلاحيين ومحافظين، بل تعمق كصراع بين سرديتين، ومن الطبيعي أن يقدم كل طرف نفسه على أنه الخير في مواجهة الشر. ولكن تبقى المسألة في تصنيف الحرية، هي خير أو شر؟ ويحدث هذا الشقاق الجذري في بلد يرتكز نظامه إلى طبيعة مركبة ودهاليزية صلبة من ناحية، ومراوغة بامتياز من ناحية مقابلة. إلا أنه ولو تمكن نظام الحرس البريتوري من إخماد انتفاضة الخبز تارة والإجهاز على الغضب المندد بتزوير الانتخابات تارة أخرى وتقويض الحركات المنادية بالحقوق القومية الإثنية والإقليمية هنا أو هناك ومحاصرة انتفاضة شعبية ذات عمق نسوي ملحمي الآن، إلا أن النظام يستنزف ما في رصيده التاريخي من طاقة ومن معاندة بوجه الزمان جولة في إثر جولة. ولو زين أربابه لأنفسهم أنهم يكتسبون لياقة قمعية تقنية عالية الجودة في مواجهة الحركات الشعبية من بعد كل تمرين من هذا الصنف، يستفيد النظام إلى حد كبير من الصعوبة العملية لجمع كل عناوين التصدي له ضمن مشروع وطني ديمقراطي قادر على إدخال إيران إلى طور جديد من تاريخها أكثر تصالحاً مع تاريخها الحضاري الممتد. لكن هذه الاستفادة تغدو أصعب بعد كل جولة. في إيران ثورة تقودها النساء الآن ضد العدم، ولو تقطعت بها السبل أو عادت فتفتحت أمامها الدروب. إنها حرب أهلية ميتافيزيقية بامتياز، كانت طويلة والأرجح أنها ستبقى كذلك، معركة طويلة حتى انقطاع النفس. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. سجلت العديد من الأشرطة المصورة والتقط عدد هائل من الصور أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في العديد من مدن إيران عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، وأصبح بعض من هذه الأشرطة والصور سجلاً لما حدث في الاحتجاجات والمظاهرات. تداول المشاركون في منصات التواصل الاجتماعي هذه الصور آلاف المرات. ومهسا كردية إيرانية عمرها 22 عاماً، ولدت في مدينة سقز شمال غربي إيران. هناك معلومات تفيد بأنها كانت قد قبلت مؤخراً في جامعة أورومية وكانت على وشك أن تبدأ دراستها. في 13 من أيلول سبتمبر اعتقلت دورية شرطة مهسا أميني، اعتقلتها الشرطة قرب محطة مترو في طهران، وكانت برفقة أخيها بحجة عدم التزامها بقواعد الثياب المفروضة على النساء وفقا للخدمة الفارسية. أكدت السلطات الإيرانية وفاة الشابة أثناء احتجازها، لكن رواية عائلتها عن سبب الوفاة كانت مختلفة عن الرواية الرسمية. اشتبك متظاهرون ألقوا حجارة ومواد متفجرة يدوية الصنع مع القوات الأمنية في موقع عسكري في المكسيك خلال الاحتجاجات على اختفاء 43 طالبا في عام 2014. وقال مسؤولون في العاصمة المكسيكية إن نحو 40 عنصر أمن أصيبوا خلال الاشتباكات.
وزال مئات المتظاهرين سياجا حديديا حاولوا اقتحام المعسكر رقم 1 في مكسيكو، وبعضهم كان يهتف واصفا القوات الأمنية بالقتلة في آخر تظاهرة تتزامن مع الذكرى 8 لاختفاء الطلبة 43. مقابل ذلك استخدمت السلطات خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وجاءت هذه المواجهة غداة إصابة نحو 12 شرطيا خلال تظاهرة أمام مكتب المدعي العام للمطالبة بالعدالة للطلاب المفقودين. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. إلى اللقاء.